الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيقدم الخدمات الرقمية الجديدة 100% عن بعد. كيفاش طلب استفادة من التعويضات اليومية عن المرض؟ أول حاجة دخل الموقع ماسينيسيس.ما وكليك على خدمة تعويضاتي. دخل رقم تسجيل وكلمة المرور أو المدباس اللي هو نفسه ديال بوابة ماسينيسيس.ما باش تقوم تسجيل الدخول. من أجل تقديم الطلب ديالك كليكي على Indemnité journalière de maladie et maternité ومن بعد على Créer une demande. هنا أكد نوعية الطلب باختيار خانة مالادي. عمر الاستمارة بجميع المعلومات وما تنساش تحدد عدد أيام انقطاع عن العمل اللي يعطيك الطبيب المعالج. سكاني وحمل الوثائق المطلوبة واختر المدينة ووكالة الضمان الاجتماعي اللي غتواصل معك من أجل فحص طبي. آخر حاجة أكد الطلب ديالك بالضغط على فاليدي وتيليشارجي وصل الإيداع أو لاكوزي. وهكذا غتكون قدمتي الطلب ديالك غير من دارك.